اهلا بكم مع مهند بن حموده للسيارات. اليوم احنا بنتكلم عن فئات الكامارو الار اس 6 سلندر والاس اس الفي 8، وهنشوف الاكثر توحشا الزي ال 1. يلا بينا نشوف المواصفات. الار اس بيكون رنجات 20 اماميه وخلفيه باللون الاسود. الار اس هي الفول اوبشن من فئه ال 6 سلندر الفي 6، ده اللون الداخلي مع سماعات البوز، كراسي الجلد اللون الاحمر مع الاسود تو تون مع التبريد والتسخين، بلت ان نافيجيشن، بوش ستارت، العداد الديجيتال والهيدز اب ديسبلاي، في عندنا الفتحه كمان، والمرايه الخلفيه بتظهر رؤيتها في الكاميرا الخلفيه. هاند بريك اوتوماتيك 3.6 في 6 335 حصان، دول اكزوست، سبويلر خلفي. نشوف الوحش اللي بعده، هو الكاميرو الاس اس في 8 طبعا 6.2 455 حصان و10 سرعات اوتوماتيك. الرنجات بتكون 20 كمان، القياس الامامي والخلفي نفس مواصفات الاس اس بس سبويلر اكبر، نفس الشكل الداخلي، هيدز اب ديسبلاي، عداد ديجيتال، سان روف، بوش ستارت، نفس لون الكراسي، شكل الجير مختلف شويه. خليكم معايا للوحش اللي بعده. هنروح على الوحش المتوحش اقواهم، الكاميرو زي ال 1 6.2 سوبر تشارج 10 غيار اوتوماتيك. طبعا الجريل شكله مختلف، اجريسيف اكتر عن الاس اس والار اس. نشوف الداخليه، طبعا هنا بونيت او غطاء محرك مفتوح للتهوية عشان السوبر تشارج، ده هو 1.7 زي ال 1، بادي كيت وكربون فلاش، سبويلر مختلف عن الار اس كمان، واربعة اكزوست زي الاس اس. بس نشوف الداخلية، الداخلية هنا كانتارا مش جلد، طبعا الإضاءة الأمبيانت لايت هنا بتغير حسب الاختيار، عندنا 24 لون نقدر نختار منهم الألوان اللي على الأبواب. هنا الاختلاف، كرسي بيكارو وكانتارا عليه شعار زي ال 1. السيارة دي تقدر تاخدها من الدوام للتراك للجيم، استخدام يومي، عليها كاربون فلاش على التابلو، وهي اكتر سياره اجريسيف شكلا وموضوعا، كاميرو زي ال 1.